الان قمصان يوسف لانه في قصيدة بعنوان متحف الشمع، وهي قصيدة قصيرة من وحي زيارة إلى متحف الشمع في جبيل. بعتقد في متاحف للشمع كمان كثيرة بأمريكا، فاستوحيت من زيارة متحف الشمع قصيدة وأحلت إحالة أخرى تماما، هي التالية: متحف الشمع حين تشرق شمس الملوك تذوب الشموع التي تشبه الناس، والأرض ترفع أو من الأول خلينا حتى مرة واحدة: حين تشرق شمس الملوك تذوب الشموع التي تشبه الناس، والأرض ترفع نحو الطغاة على طبق من دموع، ليقتسم الخلق أحزانهم في صكوك. وإذ تغرب الشمس يحدث في الأرض ما يشبه الانقلاب، تصير الشموع ملوكا لها نفس أشكال أسلافها، ويذوب الملوك. قصيدة من ديوان صراخ الأشجار، وهذا